Good morning. اليوم راح نقفل number one, page 105, بدرس calculation on literal expression. السؤال بيقلنا write as an algebraic expression. نحن عطينا هون ال word expression, بدنا نطلع ال algebraic expression. شو يعني ال word expression؟ يعني الكلمات بنطلع منهم السيمبل. عندكم 21 more than quarter y. طيب more than, كلمة more than بتعني هون plus. طيب quarter y يعني ربع على الواي. شو ربع على الواي؟ يعني هي الواي divided by 4. صار عندكم هون 21 plus y divided by 4 زائد y اسمي 4. اذا بنقول الكوارتر للاكس مثلا هي الاكس divided by 4. تاني وحده z divided by 5, يعني اي كلمه من هي الوورد اكسبريشن هون هي divided. divided الثاني هي القسمه, يعني z قسمه 5. A number x increased by 3 times of y. Increased هون بتعني plus. 3 كلمة times بتعني ضرب. أخذناها. يعني أول شيء بنبلش x plus 3 ضرب y. 3 times y يعني 3 y. اوكي, فينا دغري نكتبها 3 ضرب y هي 3 y. اوكي, 3 times y equal هي زيتها 3 y, فينا نكتبها دغري هون. اوكي, بس كن عنا number و letter مضربين بعض, فينا نقيم times الضرب ونحطهم ملزوقين حد بعض. A number x decreased هون by half y. decreased هون يعني ناقص, الهاف للواي يعني نصها, يعني هي الواي قسم 2. صار عندكم x minus y divided by 2. The area of a rectangle whose length is capital L and width is W. طيب الاريا للريكتانجل, مساحة الريكتانجل اللي احنا ماخدينها هي اللينكث ضرب الويث. طيب الاريا رح نختصرها بكلمة A, كابيتال A equal هي اللينكث ضرب الويث. The difference between triple x and its reciprocal. طيب difference هي minus, بدنا ننقص ما بين triple للx يعني 3x, من هي double للx هي 2x, triple للx هي 3x. بس نقول triple للx هي 3x and its reciprocal هون يعني عكسها للاكس. من هي عكسها للاكس؟ هي واحد على اكس او or هي 1 divided x, هي واحد قسمة x. بدنا ننقص ما بين 3x minus, عم ننقص بين 3x من واحد على x او x 1 divided x by x. x multiplied by itself all divided by 6, يعني الاكس مضروبة بنفسها. هون الملتبليت يعني ضرب, itself يعني نفسه. اوكي, نفسها الاكس مضروبة باكس, يعني اكس ضرب اكس, فينا نحط نقطة بيناتهم. divided by 6 يعني قسمة 6. هيك بنكون خلصنا number 1. يعطيكم العافية.